بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله نتكلم تحت العنوان Adding Shapes من قائمة انسيرت. يا شباب يا شباب دايركتلي ولا زلنا في الإليستريشنز، هنضغط على شيبس ومن شيبس هنلاقي قائمة كبيرة من الحاجات اللي أنا ممكن أدرسها. قلنا المفروض يا جماعة أنا أختار الراوند ريكتانجل ديت وأبتدي أنا أرسمه رسم بإيدي. طيب عن اي illustration اي اوبجكت اي حاجه المفروض انا ببتدي اعمل عليها سلكشن، بيفتح لي ليها التولز بتاعها، فبيقول لي انت عندك drawing tools في فورمات. لو ضغطت على فورمات طبعا الاقي ان انا ممكن امنتج على الشيب بتاعي، ممكن اغيره، ممكن اضيف تكست بوكس، ممكن اختار الستايل بتاعه. المفروض انا عملت لو انا كليكيت عليه ابتدي يتطبق بشكل مباشر ومعايا الشيب في اللي انا كنت عايز اغير الفيل الملء بتاع اللون الانترنال الداخلي او شيب اوت لاين، وانا كنت عايز اغير في الحد الخارجي بتاع الاوت لاين. كمان يمكن امنتج على اللون الاي دروبر الويت الداش، تختار ويت معين او ممكن اخليه داش او اعمل كنترول فيه الشيب افكتس نفس الفكره، ممكن اخليه سوفت ايدجز، ممكن اخليه جلو منور، ممكن اب تو يو. نفس المشاهد الخاصه بالارينج القصه بتاعت السايز، نفس المشاهد الخاصه بالسايز ومعايا الببلش لو انا كنت عايز اخلص القصه ديت من او عايز اعمل بريفيو ليها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.